تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، افتتحت أعمال الملتقى الخليجي الثامن لتنمية الموارد البشرية، والذي يركز على تأهيل وتطوير الموارد البشرية. وخلال الملتقى أكد سعادة الوزير أهمية مثل هذه المنتديات المتخصصة في تنمية الموارد البشرية للارتقاء بها، بوصفها عصب الحياة المهنية التي تشهد اليوم متغيرات متسارعة بفضل دخول التكنولوجيا وتقنية المعلومات في العديد من القطاعات الإنتاجية. وأشار الوزير حميدان إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية وتعزيز الجهود الأهلية والحكومية المشتركة لبلورة الرؤى التي تسهم في تطوير التعليم والتدريب بما يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، معربا عن الاعتزاز بالعنصر البحريني الذي يعد أحد أهم عوامل جذب مختلف أنواع الاستثمارات المولدة لفرص العمل النوعية. وقد شهد الملتقى عقد 3 جلسات عمل، كانت الأولى بعنوان الجدارات والتعاقب الوظيفي، بينما كانت الجلسة الثانية بعنوان الاستثمار في مواهب المستقبل، أما 3 جلسات العمل فقد كانت بعنوان التجارب الناجحة في تأهيل وتطوير القدرات. يعني إحنا في البحرين نسعد دائما بمثل هذه الملتقيات اللي تضم خبراء الموارد البشرية سواء في البحرين أو في دول مجلس التعاون، نرحب فيهم دائما لأن نعتقد بأن مثل هذه الملتقيات ما يدور فيها من مناقشات إيجابية للتجارب الخليجية للآخر المستجدات على صعيد التوظيف والتدريب، تعطي فرصة كبيرة للاستفادة ولتطوير عمليات التنفيذية القائمة والخطط القائمة. الملتقى الخليجي الثامن لتنمية الموارد البشرية في هذه الدورة راح يركز على محور هو تأهيل وتطوير قدرات الموارد البشرية، في إشارة مهمة إلى أن قطاع الموارد البشرية المسؤول دائما عن تدريب منتسبي أي مؤسسة، في بعض الأحيان التزاماتهم تخليهم يغفلون عن تدريب قطاعهم نفسه، فاخترنا حق هذا الملتقى مجموعة من المحاور منها الجدارات، التعاقب الوظيفي، الاستثمار في مواهب المستقبل، إضافة إلى استعراض بعض التجارب الناجحة في هذا المجال. الهدف الرئيسي من الملتقى هو تعزيز قدرات اللهو الأخصائي واحترافي الموارد البشرية من أجل رفع قدرتهم على تعزيز قدرات اللهو الموظفين عموما وحتى اللهو الباحثين بشكل عام على مستوى البلد. اليوم راح أتكلم عن مركز حاضنات الأعمال التابع طبعا لجامعة العلوم التطبيقية. هذا طبعا المركز يركز على القدرات والمهارات اللي موجودة في الجامعة تحديدا في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.